مساء الخير يا حضرات، اهلا وسهلا بكم في قناة ابو كيرو الهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن الهاند بلندر ده، القطعة بتاعته اتكسرت زي ما شايفينها قدام حضراتكم. بدل ما تيجي الصناعي او ترميه او تغيره، هتركبها هنا ونلحمها كده. خليكم معانا ايه خطوة خطوة كده، على بركة الله هنلحم الجزئين في بعض بالنحاس زي ما شايفين قدام حضراتكم، يعني خلاهم اقوى من الاول اللحام زي ما شايفينه. بعد ما انتهينا من عملية اللحام يا حضرات، على بركة الله كده هنجرب مع بعض. هنجيب كيس نسكافي زي ده كده، هنفضيه في الفنجان، هنشغل الهاند بلندر زي ما شايفينه قدام حضراتكم كده. شوية مية صغيرين كده عشان ايه تظبط بيهم زي ما شايفين كده. ايه شغلنا الهاند بلندر، وريكم القوة بتاعته راجع كده على وضعه الطبيعي. شايفين على وضعه الطبيعي، يجي زي الأول بالظبط. كده وصلنا لنهاية الفيلم. العجب الفيلم يجب لايك واشتراك القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.